في ايديك قوة تهديك بال، في ايديك قوة وعليك صبر وطولة بال، وعينيك حلوة. ايه ده؟ انت عينيك عسلية؟ عسلي، مش عارف، امي كانت دايما تقول لي انها كحلي او طوبي، بس انا ما بركزش في الحاجات دي. كحلي؟ ايه دي؟ دي بيتزا بالسي فود تستاهل بقك يا روري. ثانية واحدة، في الفطورة فاتورة ايه بس يا رمضان؟ انا حسبت انا عازمك. عليا الطلاق بالتلاتة، إن ما جبت الفطورة لطلقك وارميكي في الشارع لكلاب السكك تنهش في لحمك. هتبت احنا مش خلاص بقينا شخص واحد يا رمضان؟ لا يا اختي شخصين، وطول ما اني عايش انا راجل البيت دي وانا اللي اصرف، اما اموت ابقى اصرف انتي، فاهمها ولا لا؟ اهدي يا نهار اسود منيل، 126 جنيه وانا اللي خلاني ثبت في الرجوله كده وحلفت عليها طلاق ونقيه لما كانت دفعت وانتهينا، ما هي مراتي. لا ارجع يا رمضان، والله ما تدفع تعريفي. تدفع ايه؟ احنا نموت احسن. ايصال اماني، استلمت انا المدعو رمضان مبروك ابو العمين حموده، مبلغ 126 جنيه. 20 جنيه بتوع ايه يا اختي؟ تبس؟ لا بقشيش بمزاجك يا اختي، انا بدفع اللي انا هدفعه انا ومراتي. ايوه ماليش دعوه بالتبس، وهذا ايصال امانه علي. رمضان خد يا بنتي حقك معاك يا بنت الناس، وما تعملهاش تاني. وبعد كده الطبيخ في البيت، مفيش اكل يجي من بره. 126 جنيه، بسم الله الرحمن الرحيم. لا يا اختي انا باكل كده، هاكلها بالكرتونه بتاعتي. سكي السله انت في دور مصمصي 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 لحد ما راجل البيت ياكل، بعد كده تشوفوا حاجه تاكلوها انتوا. عندنا الحريم بتاكل لما الراجل بيموت. طرف الهوا الشكي وانت ما تدراش يا جدع، طرف جو اللي طول عليه حب الهوا ماشي حب الهوا ماشي. ألف شكر، شكرا على حسن الاستقبال والحفاوة الجميلة دهيا، وإن شاء الله يعني عقبال ما تتخرجوا كده من كلياتكم وكل واحد فيكم يكمل نص دينه. بس أنا زعلان منك قوي يا أستاذ رمضان. في إيه يا رمزي؟ يعني تتجوز كده سكتي ولا تقول لنا ولا تعزمنا، ده هنشرفك برضه، وبعينا عروسة مش غريبة قوي علينا يعني. يعني إيه يا أخويا مش غريبة عليكم؟ خلاص يا سيدي، كفايه اللي انتوا عملتوه، انتوا قمتوا بالواجب وزياده. انا ما في سؤال عندي يا استاذ رمضان. لو في المنهج قولوا، بره المنهج ما تقولوش. نو نو ريلي، مش في المنهج قوي، بس كلنا عايزين نعرف اجابته. ايه هو؟ هي نوجا تبطل ولا لسه شغاله؟ يا راجل انت تبطل ايه؟ شكلها كده الاستاذ هو اللي هيبطل. اسمع يا جاسم، انت وهو اي واحد هيتطاول هفرجه معاهم، واي كلمه بره المنهج مش مسموح بيها. فاهمين ولا لا؟ كل واحد يطلع كتابه قدام منه. يلا يا بهيم انت وهو. خير يا شوقي، جاي في ايه؟ خير ان شاء الله. هو في الحقيقه يعني طالما بدات كلامك بالحقيقه تبقى بتكذب. ده حقيقي، انما بصراحه انا في الواقع في الواقع عايز... كمان دي كملت. ارغي يا شوقي، انا مش فضيلك، عندي كراريس عايز اصححها. بالنسبه لنجلاء يعني. نجلاء مين؟ نجلاء مغاطك. مراتي ما اسمهاش نجلاء. مراتي اسمها تفاح الزحلاوي، النمرة غلط. اسمع بقى يا أستاذ رمضان، نجلاء ماضي عقود ولازم تنفذها، أفراح وحفلات غير شريط كاسل، والمنتج ممضيها شرط جزائي لو ما نفذتش العقد. هاتي ورقة وقلم من جوه يا بنت هتفيدي. هو كام يا أخويا الشرط الجزائي؟ كام؟ ياما يا أمي يا مصر يمين بالله جاي ونفسي في الحمام. رمضان لو ما افتكرت إن لك أم أني زعلان، تاني موصياك تقوم اول ما توصل مصر تنصمت. اقول لك ايه على السرعه اللي في مصر يا امي، الحياه بقت سريعه سريعه. طب تصدق بالله الظلمه هناك الواحد ما بيشوفش ظلمه، والله ما بيشوف ظلمه، فجاه تلاقي الشمس تدخل تروح فاتحه الظلمه، بقى فيه جنان يا امي. ايدي كابوس اهي،
وانت بقى عامل ايه؟ طمني. والله يعني مش ولا بد، داني جاي بصراحة ناوي ابيع القراطين اللي حيلتني واحتمال ارهن الجمل. تبيع ايه؟ ليه؟ خلصت كل الفلوس اللي معاك؟ خلصت الفلوس ايه يا ام؟ بقول لك الحاجة سريعة سريعة، صدق بالله انا في مصر بفك الخمسة جنيه ما فيش 24 ساعة ليها 4 جنيه في جيبي، ده غير مصاريف الجواز. يا انت قاعدي على راكب البطة. بطة ايه ووزت ايه؟ تجوزت يا ولد؟ مش بقول لك الحياة سريعة في مصر يا امي، فجأة لقيت نفسي اتجوزت والله. ما ده هي لا تكون خلاف، ما هي سريعة. لا يا ام مش للدرجة دي عيب. يا بنت بختك يا ام رمضان، تتجوز من ورايا؟ هم اهل مراتك يفرحوا اني لا؟ اهلها ايه؟ دي مقطوعه من ساجره يا ضناهي. لا يبقى لازم اروح ليه؟ من بكره رجلي على رجلك. تروحي تروحي يا دينزل هتفطس البطه. يا اهلا يا امي، امسكي يا بنت يلا على جوه. اهلا يا امي، اهلا دار نور. اهلا اهلا يا حلاوه يا حلاوه. بيت مين ده؟ دي مش بيت حد يا امي، دي ايجار جديد بياخدوه الناس اللي ما معاهمش زي حالاتي يعني. موظف بقى. اهلا يا امي. يا بنت يا تفاحه، امي جت تعالى عشان عايزه تمشي مستعجله. يا حلاوتك يا مصر. ازيك يا حاج؟ يا صلاه النبي يا صلاه النبي، تعالي يا اختي تعالي. هي ما فيهاش لحم ليه؟ اصلها بتحب السمك. سنيوره سنيوره، ربنا يخليكي يا حاجه. بس انا بقول يعني اني شفتك قبل كده. هتشوفيها فين ياما؟ انت طول النهار في البلد. شبه حد اني شفته. زي مين ياما؟ ايوه افتكرت، شبه البنت المغنواتيه دي اللي اسمها نجلي. استغفر أيوة الله العظيم، بقى ابنك المدرس الفاضل يتجوز الرأس والمسخره والحاجات ده هي ياما؟ اني بقول شبه. ايوه شبهها. ماشي. ايش جاب لجاب؟ دي عروستني جمالها رباني، لكن ده كان قطعت وشها يقطع الخميره من البيت وتطلع في التلفزيون زي الشيطانه ورقصه. دي اراء، دي اراء. لا وغتته. ايوه كل الناس تقول غتته، بيكتبوا عنها انها غتته. هنعمل ايه؟ دي اراء اراء اراء. درجات يا رمضان. معلش بس دي اراء، دي اراء، ما ينفعش دعوحني. هنفضل في سيرتها السودا ده هي، مش هناكل ولا ايه؟ بقول لك ايه يا عروسه، عايزاكي تاخدي بالك من رمضان. ازاي يا حاجه؟ ده سي رمضان في عينيا. اتفضلي اتفضلي اتفضلي. اراء اراء. منوره ياما. ما شاء الله يا ما شاء الله، ايه ده كله؟ اتفضلي يا حاجه اتفضلي، حاجه بسيطه مش قد المقام. اصلي سي رمضان النهارده الصبح بس قال لي ان حضرتك هتشرفينا. انت اللي عملتي كل دي؟ ومين اللي هياكل الاكل دي؟ بالهنا والشفا يا حاجه. عملت الاكل ده امتى وازاي؟ عملت ايه؟ ده دليفري طبعا. هات الفطوره. فطوره ايه بس دلوقتي يا رمضان؟ عظيم بيمين ابدا، اما جبت الفطوره لكون مطلقك ورميك في الشارع لكلاب السكك تنهش في عظمك. خلاص بعدين بعدين. ماشي. الله الله الله، ربنا يكرمك ياما. نفسك حلو في الاكل قوي. دي نفس الدليفري. لكن انت بقى غريبه سبحان الخلاق، فوله واتقسمت نصين انت والبت اللي اسمها نجلي. خلاص ياما بقى، كفايه نسيره الزفره دي، الهي تولع مطرح ما هي متنيله قاعده. اراء اراء. ما عليني، خليك انت يا رمضان. شوف اللي يكون بتاع المجاري جاي يصلح البكابورت. اعمل هنا والشفا ياما. تقرفتي ولا ايه؟ اهلا 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 بعد الحبايب. اهلا 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 بالقمر اللي جاي. يا قطه وحشينا نورت ليالينا. يا قطه وحشينا نورت ليالينا. وتلموا الحبايب. رمضان رمضان ايه وشفت ايه؟ اسكت. شوفي بقى ست الكل، احنا مش هنمشي من هنا ولا نتعتع من هنا الا لما تنزلي معانا. ان شاء الله هتتعتع على نقالي. هتنزل فين؟ رمضان مين دول؟ لا يا امي، دول قرايب العروسه جايين يباركولها. كل دول قرايبها؟ ايوه ولاد خالتها. طب مش تعرفني بيهم؟ مش معرفه من الاول ياما. ها؟ طب مش تقول لهم اني مين؟ لازم تقول لهم ان انا امك، ولا يعني مستعر مني؟ لا انا مش مستعر، ابقى مستعر ده انت امي حبيبتي. يا جماعه الست دي امي. الست دي امي، هي انا طول عمرها ما شالتش غير همي وانا اخر صبرها. الست دي امي، الست دي امي، الست دي امي. خلاص خلاص بلاشي بلاشي. ست الحبايب يا حبيبه
من روحي ودمي. يا اولاد الايه؟ عندكم عيد ام وانا ما عنديش؟ عشان كده كل الحبايب متجمعه. حبايب ايه؟ حبايب ايه؟ انت عايز ايه يا شوقي؟ مفيش، جاي اهني ست الكل، دي الاغدرات نازله عليها تغف، دي الناس مش مصدقه ان هي راجعه. شوقي ما تنتهش الفرص، امي ما تعرفش اي حاجه. لهم رمضان، ما تعرفش ان ابنها رمضان متجوز نجلاء، الصبر يصطاد. لا ما تعرفش يا غتيقيت، ما تعرفش، ولو عرفت هتنشل. يعني نجلاء اكيد نازله الشغل. تنزل المرة دي يا شوقي، تنزل بس استر علي. خلاص سيبني ارحب بقى بالمامو بتاعك. يا دلي يا دلي، حبينا حبينا حبيناك حبينا. يا شو هالجمال يا شو هالجمال، يخلف قلب شاعر. مين ده؟ ده الاستاذ ايمن الاطرش، ابن خالة العروسة من لبنان. لبنان؟ هم هناك مش كلهم بيض؟ ايوه بس بعد عنك يا امي، الراجل ده ساكن في الحته اللي قامت فيها الحر. اتحرق يعني؟ ايوه ايوه. والله الماما تيجي على لبنان تطلع الجبل تاكل فنتوش وتاكل كبانيه وتاكل حلموس متشكرين. والله انتوا ناس اخر كرم، وان شاء الله النسب هيبقى خير ان شاء الله يا امه ان شاء الله.